انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، واصفة واشنطن بأنها متنمرة ومنتهكة للقواعد. وقال السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا، خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية. وغير بعيد عن الاقتصاد، فقد حذر جنرال أمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح بسبب تايوان، حاضا عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارا من هذا العام. وكتب الجنرال في سلاح الجو مايكل مانيون في مذكرة داخلية أكد البنتاغون صحتها أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني سببا للتحرك. واعتبر أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرر إجراؤه في العام نفسه سيوفر أيضا للصين فرصة وجود أمريكا مشتتة على حد وصفه. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا بشرقي أوكرانيا، وذلك حسب ما قال حاكم المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 7 في ضربات روسية خلال الساعات 24 الماضية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر من أن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها. في الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا تسلم الدبابات من حلفائها الغربيين، تسابق روسيا الزمن لتحقيق مكاسب على الأرض قبل وصول الدبابات الغربية لأوكرانيا، إذ جددت القوات الروسية اشتباكاتها في محاولة لاختراق خطوط كييف في الشرق والشمال الشرقي. مواجهات وصفها الجانبان بالمعركة الشرسة والتي هزت مدينة أوغليدار التي تحاول القوات الروسية دخولها في شرق البلاد. اشتباكات ربما أعطت العاصمة الأوكرانية مزيداً من التبرير أمام حلفائها لطلب المزيد من الأسلحة في مواجهتها العسكرية. فبعد جدل دار على طاولة الاتحاد الأوروبي بشأن إمداد أوكرانيا بعشرات الدبابات الحديثة، أعلنت كل من ألمانيا والولايات المتحدة إرسال إمدادات لصد القوات الروسية، كما أعطت بولندا وعوداً بإرسالها 60 دبابة إضافة إلى 14 دبابة ليوبارد 2 ألمانية الصنع. وبعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال تلك الدبابات إلى كييف، وجهت موسكو اتهامها إلى واشنطن بإطالة أمد الحرب بتلك الخطوة، فيما يرى الرئيس الأوكراني أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو أن يمنحها الحلفاء الأسلحة للفوز بتلك المعركة. وفي ظل عمليات التسليح المستمرة من الغرب، يواجه ملايين الأوكرانيين نقصاً في الكهرباء بعد ضربات بالصواريخ وبطائرات مسيرة في أحدث الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة وحرمت السكان من التدفئة والإضاءة والمياه. ضربات قالت روسيا إنها ركزت على المنشآت التي تشغل المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني، إضافة إلى التركيز على قدرة أوكرانيا على إصلاح العتاد العسكري ونقل الأسلحة التي يقدمها حلفاؤها. وفي سياق العقوبات المفروضة على روسيا، هناك نوايا من قبل كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية خلال جولة له في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لإطلاق تحذير للدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأمريكية في حال تعاملها مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية. وتتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا. أما الاتحاد الأوروبي فقد قرر هو الآخر تمديد تطبيق عقوباته 6 أشهر، فيما يحضر إجراءات جديدة ضد موسكو.
أرحب مباشرة من لندن بالمحلل الاقتصادي سيد نهاد إسماعيل. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نهاد. في أي سياق يمكن وضع هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة تحديدا على الناحية الاقتصادية؟ نتحدث عن الأثر والتداعيات فعليا إن تمت هذه الخطوات. تحياتي لك أستاذ عبد الله وللمشاهدين الكرام. قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ب 24 فبراير شباط، قبل ذلك بعشر أيام، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمر رئاسي تنفيذي بوضع حظر على 44 شركة صينية، خمسة منها تم إزالتها من إدراجها من بورصة نيويورك باعتبارها أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي. هذا قبل الغزو. في ذلك الوقت أيضا أعلنت وزارة الخارجية الصينية والروسية معا أنهما قاما بتنسيق مواقفهما والتعاون ولمزيد من التعاون الاقتصادي. هذا أزعج الولايات المتحدة، هذا قبل الغزو على الأقل بعشر أيام أو أسبوعين. لذلك أمريكا باشرت بفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تتعامل مع موسكو وتتعامل مع بكين، خاصة مع الصين بما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، أشباه الموصلات، الرقائق الإلكترونية. وفي ذلك الوقت قالت الصين هذا إرهاب إلكتروني أمريكي. لذلك الخلفية تعود حتى إلى ما قبل الغزو، لكن نعرف أن الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية بدأت قبل ذلك بشهور، رغم كل النفي إلا أنهم قاموا بغزو أوكرانيا، والولايات المتحدة قامت بفرض حظر وعقوبات وضغطت على أوروبا وأصدقائها حتى في اليابان وكوريا الجنوبية أن أيضا تمارس الحظر والقيود على التجارة مع بكينغ ومع موسكو. لذلك الخلفية واضحة وكلها تتعلق بأوكرانيا. لكن مشكلة أمريكا مع الصين أستاذ عبد الله تعود إلى ثلاث أسباب، وهذا من عدة سنوات. نعم، قبل أن أتي إلى الصين، لا أريد الانتقال إلى محور الصين قبل أن نفسر يعني اللغة التي تتعاطى بها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذه العقوبات المفروضة والتحذيرات التي تطلقها لهذه الدول من التعاطي مع أي كيانات مفروض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية مؤخرا، وتحديدا الكيانات الروسية وأيضا الشركات الروسية. وبالتالي هذه الدول هل سترضخ فعلا لهذه التهديدات الأمريكية؟ ماذا عن الاتفاقيات الدولية، المعاهدات فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية التي لا يمكن لهذه الدول ربما إلغائها أو حتى تجاوز بنودها؟ نعم، هولندا واليابان تعاونت واستجابت للضغوط الأمريكية. حالا بعض الدول لم تستطع الالتزام، يعني حتى الآن هناك دول أوروبية في الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية تستورد الديزل من الصين والمنتجات المكررة، لا يستطيعون الاستغناء عن الصين. الصين ساهمت 28% في نمو الانتاج العالمي الذي يسمى الانتاج المحلي العالمي، وهذا أيضا جعل الشركات بعضها يستجيب وبعضها يؤجل وبعضها يرفض. مثلا هناك شركات مثل شيل الهولندية البريطانية انسحبت من مشاريع سخالين للنفط والغاز في أقاصي شرق الصين على حدود اليابان الشمالية، ولكن اليابان ذاتها استمرت في التعامل مع شركات الغاز الروسية بشراء الغاز من سخالين لأسباب جغرافية وكذلك، وأمريكا قبلت ذلك. لذلك الصورة معقدة، البنوك الاستثمارية معظمها انسحب من روسيا، الشركات ذات الجنسيات المتعددة من الكوكاكولا والماكدونالد وشركات الاستثمار كل خرجت من روسيا. لذلك لكن هناك بعضها يحاول الالتفاف حول العقوبات، وهذه الشركات هي التي أمريكا تحاول الضغط عليها من خلال الضغط على الحكومات، لأنها تريد معاقبة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وأعتقد أوروبا لا تستطيع أن ترفض تماما، ربما تجد كيانات وسيطة
للتعامل مع روسيا لأن لديها مصالح، لكن لا تستطيع أن ترفض رفضا رسميا قبول المطالب الأمريكية لأنها حليف كبير، وخاصة أثناء الحرب أثبت أمريكا أنها لاعب مهم جدا ومهم لحماية أعضاء الاتحاد الأوروبي من التهديد الروسي. نعم. لذلك هي عملية جيوسياسية اقتصادية متداخلة. نعم سيد عبد الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من لندن، كنت معنا المحلل الاقتصادي السيد نهاد إسماعيل، شكرا لك. ورحب مباشرة من كييف برئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية السيد محمد فرج الله، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد محمد سأبدأ معك ميدانيا، كيف تبدو الأوضاع في أوكرانيا تحديدا وانطلاقا من كييف التي تتواجد فيها في محاور القتال الحالية؟ تحية لكم سيد الكريم ولمشاهديكم. طبعا بكييف الوضع الآن عادي جدا، هو نسبيا كما هو في الحرب. قبل يومين تعرض كييف من جديد أو أوكرانيا عموما إلى هجوم صاروخي مجدد، 55 صاروخ مجنح أطلقتها روسيا نحو أوكرانيا بهدف تدمير البنية التحتية الأوكرانية. الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 47 من 55 صاروخا، نصف هذه الصواريخ 20 منها كانت حصدت العاصمة الأوكرانية كييف. مرة أخرى طبعا تثبت روسيا بأنها غير قادرة إلا على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وهذه طبعا قد يراها الخبراء الهجوم الصاروخي الأخير هي محاولة كذلك من روسيا تجس نبض قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية التي فعلا أبت اليوم كذلك نتائج جيدة جدا. على كامل المحاور كما هي طبعا الجبهة الجنوبية، الحدود الجنوبية متوترة لأنه أوكرانيا لا زالت تنظر إلى الخطر القادم بيلاروسي فإنه خطر حقيقي، وأوكرانيا قدمت لبيلاروس عرضا بتوقيع اتفاقية عدم هجوم بين البلدين. على المنطقة الجنوبية روسيا مستمرة في قصف المدن القريبة زاباروجا وطبعا خيرسون، ورأينا بأنه قبل أسبوع كانت مجزرة. نعم. هل روسي يقع على هل تخشى أوكرانيا الدخول من بيلاروسيا؟ هل تخشى أوكرانيا عملية برية لربما من بيلاروسيا؟ وبالحديث عن القصف الروسي الذي يستهدف المدنيين، روسيا تتحدث بأنها تقصف خطوط الإمدادات التي قد تصل أو قد توصل الدبابات الغربية إلى أوكرانيا، وبالتالي عدم تفاقم الأمور بشكل أكبر في مرحلة قادمة. لو نستمع لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية نجد بأنه بكون آخر، مثلا آخر بيان له قال بأنهم دمروا نقل منظومات بريدلي، بريدلي هي المدرعات الأمريكية، وبريدلي أصلا لم تدخل أوكرانيا حتى الآن ولا أوروبا. سيد الكريم تصريحات وزارة الدفاع الروسية كلها الاستهلاك المحلي لا علاقة لها بالصحة، أما ما تستهدف نحن نراه هنا في كييف وكل مدن هي تستهدف منشآت الطاقة، تستهدف المنازل، وأعتقد رأيتم بعضها الأخير الذي كانت مجزرة في أحد المباني السكنية في مدينة نيبرو، رأيتم كذلك في مجزرة في خاركوف، كلها استهداف مدني. روسيا الآن تقوم بعملية انتقام جماعي من الشعب الأوكراني، لأن الشعب الأوكراني الحاضنة الأساسية والأكبر للقوات المسلحة الأوكرانية. أما موضوع أنها تستهدف خطوط الإمداد، أعتقد أنه أصبح منذ شهور واضحا بأن كل عملية الإمداد تصل بعمليات سرية ومعلومات استخباراتية عالية السرية، وكلها تصل في الوقت المناسب والمكان المناسب، وروسيا هي لا تجيد إلا فن عفوا الكذب الإعلامي ولا غير ذلك. نعم. حديثا حاليا الموضوع مع بيلاروسيا، لماذا الطبع الغزو في الأيام الأولى 24 فبراير لولا أن بيلاروس تواطأت مع الروس لما استطاع الروس أن يصلوا بسلاسة إلى العاصمة، إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، لأنه لوكاشينكا قبل الحرب صرح بأنه لا يمكن أن تكون بيلاروسيا في الحرب أو يعني أن تغدر جارتها. نعم. لذلك الآن بعدما قام الجيش الأوكراني بطرد الروس من إقليم كييف يأخذ بعين الجدية ومحمل جد بأنه بيلاروسيا دولة فاقدة السيادة، وأن القرار في مينسك يعود إلى موسكو، ولذلك أوكرانيا فعلا تعامل مع الخطر من الشمال، خطر حقيقي بالذات بعد ورود المزيد من المعلومات الاستخباراتية سواء البريطانية والأمريكية بأن بوتين يحاول ويفكر بغزو جديد
قبل نهاية الشتاء. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من كييف، رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية السيد محمد فرج الله، شكرا لك.